اغتيال السفير الروسي في تركيا، هو الحدث الذي يسيطر على المشهد السياسي وعلى المشهد الشعبي الآن، على اعتبار أن الناس كلها تتابع المشهد بالصوت والصورة. السفير الروسي في تركيا كما ستشاهدون بعد قليل كان بيحضر معرض فني باسم روسيا في عيون تركيا. أندري كارلوف كان بيحضر في المعرض زي ما انتم شايفينه، هو معرض للصور اللي بتعبر عن روسيا في عيون تركيا، كيف ترى تركيا روسيا يعني. وعملية الاغتيال لأنها تمت بشكل فردي، يعني هي عملية اغتيال مش عملية إرهابية استخدمت فيها وسائل التفخيخ والتفجير أو عملية انتحارية، وبالتالي هنا هيبقى عندك مئات التساؤلات حول ما إذا كانت هناك عملية اختراق أمني، عملية تسلل بشكل ما، على اعتبار أن القاتل اللي بينتمي لقوات مكافحة الشغب كما أعلن وزير الداخلية التركي منذ قليل وقال أنه بيشتغل فيها منذ عامين ونصف العام. هنا بقى في مئات الأسئلة اللي يمكن أنك تتحدث عنها فيما يتعلق بالاختراق والتسلل، وفيما يتعلق أيضا بأنه هذه الأجهزة ولاؤها لمن. دايما في كل دول العالم اغتيال سفير، السفير هو رمز هذه الدولة، وأي بعثة دبلوماسية خاصة لما يكون السفير هو رأس هذه البعثة الدبلوماسية بتتعرض لعملية اغتيال، بتوصف دائما هذه الحوادث بأنها الأكثر تصعيدا في نطاق العمليات الإرهابية. يعني في عمليات إرهابية كثيرة، هي وتفجير الطائرات، على اعتبار أيضا أن الطائرة والمطار بيمثل رمز الدولة، عشان كده ليه فرنسا بتحاول أنها تبعد عن نفسها التهمة المتعلقة بأن المتفجرات كانت موجودة في دولة الإقلاع أو في مطار شارل دي جول، وعايزة تبعد عن نفسها هذه التهمة لأنه ده هيصيب البلد كلها بسمعة سيئة. أيضا اغتيال الدبلوماسيين، اغتيال السفير وهو رأس هذه الدولة هو رمزها، خاصة لما تكون روسيا، هنا في أكثر من مغزى وأكثر من رسالة. تعالوا نشوف أولا المشاهد وهنقول لكم إيه الجمل والعبارات اللي هتف بها ورددها القاتل، وشوفوا عملية القتل إزاي بتتم بسهولة وبيسر شديدين، وشوفوا إزاي القاتل وكأنه يمثل مشهدا مسرحيا، مسرح فاضي يعني. الحقيقة مشهد الناس وهي بتتابعه وكأنك أمام مشهد مسرحي، وطبعا ليس مسرحية، لا أنت أمام مشهد واقعي، لكن تشوف إزاي تقعد تتساءل الناس بقى اللي بتقعد تقول إنه ما يحدث في مصر ولا الشرطة المصرية العاجزة. نعم في بيبقى في تقصير ولازم نتكلم عنه، لكن اللي أنت هتشوفه ده لا يمكن إنه يتم بدون وجود ما يمكن أن أسميه أدوات تسلل واختراق في الشرطة التركية نفسها. وهنا ولاء هذا الجهاز لمن؟ هتلاقوا أنه ولاء هذا الجهاز للتنظيم وليس للوطن وليس للدولة.
şehrimiz güvende olmadıkça sizler güvenliği kazanmayacaksınız. Geri çekin! Geri çekin! Beni buradan ancak ölüm alır. Bu zulümde hayı olan kim varsa hepsi tek tek hesabını verecek.